إلى موضوع آخر، حيث أعلنت وزارة الأوقاف إيقاف حركة تفويج المعتمرين ابتداء من الأحد القادم 13 من يناير 2019 وحتى إشعار آخر. جاء ذلك على لسان مصدر مسؤول بوزارة الأوقاف مرجعا أسباب هذا القرار إلى ما وصفها بحالة التكدس الهائلة التي يشهدها منفذ الوديع البري، وحالة التكدس الكبيرة التي تشهدها منطقة العبر التي تبعد 45 كيلومترا عن المنفذ، وكذلك امتداد لتكدس الباصات وسيارات نقل المعتمرين من المنفذ. وشدد على الوكالات المفوجة والشركات الناقلة الالتزام التام وعدم تحريك أي معتمر من أي مديرية أو منطقة بما في ذلك السيارات الخاصة، محملا الجهة المخالفة كامل المسؤولية. كما دعا اللجان العاملة في المنفذ واللجان الأمنية توقيف الضخ من العبر وإلى المنافذ وحتى يتم الترتيب لذلك. وكان الوزير الأوقاف قد أعلن مطلع ديسمبر الماضي أن عدد المعتمرين اليمنيين الذين أدوا شعيرة العمرة خلال الشهرين الماضيين بلغ أكثر من 80,000 معتمر. إذن والوقوف حول هذا الموضوع، ينضم معنا سيد طارق القرشي وكيل وزارة الأوقاف. نرحب بك سيد طارق معنا في أخبار المنتصف. أهلا وسهلا بكم وبقناة من شباب. تحية لك سيدي. إذن بداية نريد أن نعرف يعني ما هي حيثيات هذا التوقيف، ما هي أيضا الأسباب التي طبعا إحنا سقنا في الخبر أن هناك أسباب في تكدس المعتمرين، هل هناك أيضا أسباب أخرى دعاكم إلى وقف هذا التفويج؟ شكرا جزيلا لقناة يمن شباب التي عودتنا على الدوام بمتابعة كثير من القضايا التي تهم المواطنين اليمنيين والتي أيضا تكون مسار متابعة أو مسار اهتمام. حقيقة هذا الموضوع ربما من سياق التقرير الذي سمعته هو الخبر الذي أوردتموه. في الحقيقة هو واقع ناتج عن الإقبال الكبير للمعتمرين اليمنيين والذين فتحت لهم باب العمرة بعد أن أغلقت لمدة 4 سنوات. هذا الإغلاق الذي جاء فرضته الحرب التي تقوم بها الميليشيا الحوثية المدفوعة من إيران. هذه الحرب أنتجت كثير من المشاكل والمآسي على اليمنيين وأغلقت أمامهم الكثير من الأبواب، وكان من ضمن هذه المآسي أو الإغلاقات إغلاق باب العمرة. العمرة فتحت على مصراعيها والحمد لله عز وجل، ولأول مرة اليمنيون يدخلون إلى مكة المكرمة في مطلع شهر محرم. لأول مرة تتم العمرة بهذه السهولة وبهذه الكثافة بهذه الأسعار. أيضا العمرة اليوم تأشيرة إلكترونية يحصل عليها المواطن اليمني وهو في بيته في قريته عبر الهاتف، وبحمد الله كل هذه التسهيلات نتج عنها اندفاع وتدافع كبير ورغبة شديدة لكافة المواطنين اليمنيين من كل مديرية وقرية ومحافظة. قاموا بالتسجيل، تدافعوا، حدثت رغبة كبيرة، انطلقوا، حاولنا نرتب ولا تزال الترتيبة قائمة، والحمد لله عز وجل فقد دخل إلى يومنا هذا ما يقارب 132,000 معتمر يمني خلال 4 أشهر الماضية. نعم. هذا الإقبال وهذا التدافع يعني واجهتنا مشكلتين. المشكلة الأولى فيما يتعلق بكون المنفذ الوحيد أو البري باتجاه المملكة العربية السعودية هو منفذ واحد، بينما كان في القبل هناك أكثر من 12 أو 13 منفذ بري وجوي معا يعملون. اليوم منفذ واحد هو الشريان الرئيس الوحيد الذي يتدفق منه اليمنيون للمملكة. هذا المنفذ لم يكن مهيأ في الأساس لاستقبال حركة المسافرين والبضائع وكذلك أي حركة أخرى. كان المنفذ أيضا تجهيزاته لا ترقى إلى المستوى الذي قد يستوعب ويخدم آلاف المواطنين إذا أتوا من خلاله. هذه المشكلة هي التي تواجهنا في الوقت الحاضر، بأن القدرة الاستيعابية للمنفذ لا تساوي القدرات المتدفقين والقادمين إلى هذا المنفذ. اضطررنا فعلا للإيقاف المؤقت حتى يتم إعادة جدولة حركة المسافرين. يعني كما تحدث إلى الآن تم 132 معتمر يمني يعني دخلوا الأراضي السعودية، تحدثوا ربما سبب هذا الإقبال أو الإقفال عفوا الإقبال الكبير من قبل المواطنين وكذلك التدافع، وهو يعني يعتبر المنفذ الوحيد الآن للدخول إلى المملكة العربية السعودية. طيب هل هذا ولا يوجد سبب آخر؟ نعم، يعني هل هذا الإيقاف هو حل الآن سيد طارق؟ يعني هل تعتقد قد يعني يؤدي إلى مشاكل أخرى؟ نعم. لا، الآن لدينا التأشيرة التي صدرت فوق 153,000 تأشيرة، والذين دخلوا 132,000.
قدرة المنفذ لا تستوعب أكثر من 1200 إلى 1300 معتمر يدخل يوميا. طيب. بالإضافة إلى أن هناك مقيمين وهناك حركة تجارية، فالمنفذ لا يستوعب أكثر من 1200 إلى 1300 في اليوم. يعني الآن هناك ناس على المنفذ الآن تم، نعم تم يعني الآن إقفال هذا المنفذ، فبالتالي نريد أن نعرف ما الذي تسبب يعني أضرار المواطنين الآن المتواجدين على المنفذ، والذي يعني تم إقفال المنفذ بوجوههم. هل هناك المنفذ. معاناة؟ هل هناك مشاكل يعني برزت لكم؟ لا هذا الكلام غير صحيح، لم يقفل المنفذ على الإطلاق. نحن أقفلنا الحركة، غدا لا تتحرك باصات جديدة. أما الذين في المنفذ، الذين في الطرقات، الذين صدرت لهم تأشيرة، هؤلاء كلهم سيمضون. اليوم دخلنا من الصباح يعني 50، وغدا سندخل 50. نحن نتكلم عن أي حركة جديدة سيتحركون بها المواطنين، سواء كانوا غدا أو بعد غد. يتوقف لمدة يومين أو 3 أيام فقط. نحن لدينا 30,000 تأشيرة لا تزال في السوق. يعني الآن المعتمرين ربما الذي تعاملوا مع وكالات للعمرة، ماذا يعني أيضا وضعهم؟ هل يعني سيتم تفويجهم أم ماذا؟ نحن اليوم وقفنا فقط التسجيل الجديد. هؤلاء 30,000 لو قسمناهم على الأيام على قدرة المنفذ، لن يلحق آخر معتمر الدخول في صلاحية التأشيرة. صلاحية التأشيرة داخل اليمن هي 14 يوم. لو قسمنا العدد الذي هو القائم اليوم الذي لديهم تأشيرات ويرغبون في الدخول، وقد صدرت لهم تأشيراتهم بالفعل، لن يتمكنوا من الدخول في الوقت المناسب. وبالتالي نحن بصدد إعادة جدولة، والذين هم في المنفذ لم يغلق أمامهم المنفذ. أرجو أن تكون هذه النقطة واضحة. جميل. الذين هم في المنفذ والذين تحركوا من مناطقهم والذين تحركوا اليوم، كل هؤلاء سيدخلون والأمور تمشي بسلاسة، وأنا أستغل هذه النافذة. يعني هم سيدخلون، ولكن يعني سيتم إيقافهم كما تحدث يعني لمدة كم؟ يعني هل سيكونوا متواجدين مثلا في المنفذ؟ سيتم تقديم كل المتواجدين في العبر. كل المتواجدين في العبر، كل الذين تحركوا من مناطقهم اليوم وأمس، وكل الذين متواجدين في العبر اليوم وغدا حتى سيدخلوا. لا يوجد أي خلاف في هذا، ولن يتأخر أي معتمر طالما وقد تحرك. نحن نتكلم عن عدم يعني إعادة، نلزم الشركة الناقلة بإعادة الجدولة بحيث لا يحصل أي تكدس لا قدر الله. وأنتم تعلمون أن في عام 37 حصل تكدس وحصل وفيات في موسم حج 37، وبالتالي نحن نخشى من حدوث أي كارثة لا قدر الله، حدوث أي تدافع، سيما المنفذ والمنطقة نفسها لا تشمل. يعني فقط هذا إيقاف مؤقت سيطارق ليتم إعادة جدولة وترتيب. مؤقت لن يتجاوز بإذن الله 4 أيام إلى 5 أيام. 4 أيام ليتم ترتيب وجدولة كما تحدثت. بالضبط، وامتصاص ولتذويب هذه هذا العدد الكبير الموجود في العبر وفي المنفذ. نعم، إذا أنا أشكرك شكرا جزيلا سيد طارق القرشي وكيل وزارة الأوقاف، شكرا جزيلا لانضمامك معنا.